بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، إخواتنا وشبابنا، الحقيقة خلنا أقول كلمتين بقى عشان النهاردة من الأيام اللي هي أيام سعيدة جدا في حياتي، وأنا جاي في السكة طول الطريق حاسس براحة نفسية كبيرة جدا، حاسس إن أنا جاي بلدي، جاي البلد اللي اتولد فيها أبويا وأمي الله يرحمهم ويرحم أمواتنا جميعا. لما شفت المظاهر الحفاوة ديت والتكريم ده تذكرت أبويا وأمي وكل أفراد القرية الصغيرة اللي أنا موجود فيها، وحاسس إن أنا ربنا سبحانه وتعالى أراد إن أنا يكون ليا اسم شهرة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن يزيد هذا الأمر ويحفظه من الزوال. عايز بس أقول لشبابنا، كل واحد فيكم يقدر يحقق ذاته، كل واحد فيكم يقدر يحقق أحلامه، اجتهد واشتغل، خليك قريب من الرب سبحانه وتعالى، بإذن الله كل أحلامك تتحقق. أنا الحقيقة فخور جدا جدا إن أنا واحد من أبناء هذه المحافظة، قد كده كانت ليا أو كانت ليها دور كبير جدا في نشأتي، ودور كبير جدا في أسلوب حياتي كله، أسلوب اللي أنا شفته من أهلي كلهم. أعتقد إن أنا ماشي عليه لغاية دلوقتي الحمد لله. كل اللي أنا أتمناه إن أنا أكون واحد من ضمن يعني علماء ودكاترة وفنانين ومثقفين، أكون واحد من ضمن أبناء هذه المحافظة، ده فخر كبير جدا ليا. بشكركم تاني جدا على الحفاوة اللي أنا شفتها، بشكر كل واحد في حضراتكم، وإن شاء الله نجتمع دايما على خير بإذن الله. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.